كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في قصر الاتحادية هذا وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية فور وصول الرئيس الصومالي إلى القصر حيث عزف السلام الوطني للبلدين ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين حيث أكد رئيس السيسي حرص مصر على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة تتمتع بالأمن والاستقرار كما أشار الرئيس السيسي إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال لا سيما على الاصعده الامنيه والاقتصاديه والتجاريه